جهاد الشيرني شعمل؟ تعرف جهاد الشيرني؟ ربما نعرفه بالوجه ما نعرفش الاسم، قولوا لي شخدم برشا عمل جهاد بالحق برشا. معناها مش راهو نقلل في قيمته. لا لا طبعا يمكن غاب عليك الصوره، اما اي التصوير باه نوريك جهاد اكيد تتفكروا. جهاد يعني من نجوم رمضان 2020، كان حاضر في اكثر من دور، كان موجود. محلاك يعمل هذيك نتاع الطبال، ما هو اللي يعمل الطبال والواحد اكستراوردينير الطبال والواحد هذوما اسمها الفقره هذيك محلاه على الاخر. جهاد شيرني محلاه محلاه. تحياتنا لي صديقنا طارق بعلوش. طارق بعلوش ما شفتلوش حاجه معناها ما يضحككش ولا يضحكك؟ ليه محليه معناها شو راه مش بالضروره ما يضحكنيش انا، معناها ما يضحكش راه. لا ربما انا عندي معناها مقاومات منشوف ما يشوفهاش غيري. بالعكس طارق بعلوش كي تعدى انا مثلا ولادي يبداو كيخ بالضحك في الدار، معناها مش معناها انا ما نضحكش راهو خايب. لا بالعكس، لا ما كناش خايب نحن بعدا، ما كناش خايب. لا بالعكس اي خلينا من اللي يضحكوك واللي ما يضحكوكش. نحكيو سياسه، شكون الاقرب لك اليوم في الحياه السياسيه؟ نعطيك اسامي وقول لي قريب لك ولا خم. فكرك ساعه تجربتك في السياسه اللي كانت سريعه وخاطفه. مش سياسه، هما انتم قلتوا سياسه لكن هي مش سياسه. ترشحت على دائره باردو مع حزب البديل المهدي جمعه لا مستقله مستقله اي لكن في القائمه في القائمه خاطر باردو سيتي يافي النهضه ويافي البديل ويافي جو سي با كوا حاتيلو برشا. دونك انا لقيت روحي مع جماعه البديل اكثر من جماعه اخرى. فانا قلت لهم، هما عيطوا لي الحقيقه، قلت لهم راني انا مستقله. قالوا لي لا ما تعمل كارت. قلت لهم نعمل كارت على زوز، كان قبلتوني مستقله باش نطلع خاطر انا كان لوبجيكتيف اني نطلع في المجلس البلدي على الاقل، خاطر انا نسكن غاديك في باردو على الاقل نحرك حاجات في الزبل حشيك الواحد والكل. لكن ما خلطتش تجربه وفات فيسع. اي كاو ماكش باش تجدد سنين لا في عامين اخرين في الانتخابات البلديه. لا 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 خاطر شفت لا لا. نسمي لك بعض الاسامي من الحياه السياسيه وقل لي قريب لقلبك بعيد لقلبك. اي تصدق بربي ونعم بالله والله لا نعرف بخلافك الاسامي. قل لي قل لي نسمي لك هكاك الاسامي هذوك. ترى انا بدي لك برئيس الجمهوريه قيس سعيد. اي نحبه. تحبه؟ ايه ونتبع في اخبار وديما على الفيسبوك الواحد. باهي أي باش نعمل معاك فرصة ذهبية تو، كل اسم نعطيك توجه له رسالة فيها أربع خمسة كلمات. ايه قيس سعيد شتقول له؟ نقول له يعطيك صحة الأبدان واللي تعمل فيه وواصل رغبة الدائي والأعدائي. برافو عليك. الاسم اللي بعته سيد رجل غنوشي. رسالة رسالة. ربي يشد له في صحة بدنه. برافو عليك. نتعداو للرئاسه الثالثه تو، السيد هشام المشيشي رئيس الحكومه. ما نعرفش معناها هو هاو تو اسمع. رساله رساله. اي كمل في حكايه هذيا هالفساد وهالريق هذايا الكل وغش بركه ما تبندنش وما توخرش لتالي. برافو عليك. الاسم اللي بعده عبير موسي. لبا. لبا. يا خويا انا نحبك كي تبدا تتكلم. نتبع هكا حاجات ساعاتك الفيسبوك اسمع ما ترشف الحد. رسالة وجه لها رسالة. اي قول لها كمل كمل شمك فيهم شمك فيهم. كلهم كمل كلهم تحبهم يكملوا. اي كمل شمك فيهم خاطر اسمع في هنا اللي تعملوا تعملش تجيبش القمرة تجيبش النجمة وتحطها ديما يلقاو لك نبعة. لا النجمة اللي جابتها ما تشعلش برشا. هذاك بوركوا كمل اللي عنده هدف في حياته يكملوا. الاسم الأخير أنت قلت كمل الناس الكل برافو عليك. الاسم الأخير شنو الرسالة اللي تقولها له؟ السيد الجزيري. السيد الجزيري شنو؟ نايب. ما تعرفوش؟ والله لا نعرف. شكرا لك مدام. قلت لك سياسه كاباليرا. خرق العاده ما يسالش نحترم هذا. مدام ريم الزريبي شكرا لك، سعيد جدا ان كنت ضيفتي وشكرا على صراحتك وجرأتك رغم ما صححتش على الالتزام. تحيه ليك طبعا. تحب تصحح لك؟ لا لا سي في اول برنامج. تحيه ليك مدام ريم الزريبي. الله يخليك. شكرا كنت سعيد جدا بمحاورتك. ان شاء الله ما 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 محليك. ما كنتش تنتظر حاجات لقيت حاجات. بالعكس محليك الحوار معك كان كما انتظرناه. يخليك. تحيه لكم كل المستمعين وتحيه لكل الفريق العامل اسامه السافي. تمنياتنا بالشفاء العاجل صديقي عبير الزغدودي ان شاء